عمرك فكرت انت ليه بتحب رغوه النسكافيه وما بتحبش رغوه الشاي مع ان الاتنين زي بعض؟ تعال انا اقول لك ليه. عشان الهوى. انت كيفك كده؟ محمد صلاح ومحمد رمضان الاتنين بيقدموا للمجتمع ولا شيء فعلا، ولا اي حاجه ليها قيمه، شويه مخدرات بس. مخدرات محمد صلاح شيك شويه، ملفوفه في ورقه حمراء ومكتوب عليها المملكه المتحده، انما مخدرات محمد رمضان مضروبه وفيها استروكس وبتتباح في عزبه العرب. قس على كده كل حاجه بقى شبه بعض، وانت اللي بتفرق بينهم في المعامله، وبتلاقي لنفسك وجهه نظر منطقيه جدا عشان تقنعها انهم مختلفين. عاوز امثله تاني عشان اضمن لك الوهم اللي انت فيه؟ عندك مثلا ام كلثوم وفيفا عبده، الاتنين بيشبعوا غريزتك، ولو امك عملت اللي هما بيعملوه هتقول لها جبت لنا العار يامه. لو ما عجبكش تشبيه فيفا عبده حط مكانها الفنانه روبي، وما تتكسفش كلنا بنغلط يا علي. احنا عندنا مشكله في المعيار اللي بنقيس فيه الحاجات. ممكن تقبل انتقاد لذوقك في هدومك اللي انت جايبها من صاحبتك نرمين العسوله، بس مش ممكن تقبل نفس الانتقاد من عمك عيد عامل البوفيه، وممكن كمان ترفض وبشده ان عمك عبده البواب يفرد رجله على الكرسي اللي قصاد العماره، وتوافق عادل واحد شعر اصفر يعرض جزمته النمبرلاند على كنبه كوستا كافيه. يا بيه احنا بؤساء والله، احنا سلمنا عنا لحد فضل ينخر فيها لحد لما خربت وبقت ما تسواش.